قليل. الزوج ديالي صديق ديال بن كيران، منين كانوا صغار وقبل ما يتزوج بيا، منين كانوا في المكتبه ديال انس بن مالك في العكاري، وهما بيناتهم علاقات ديال الرضاع، ومن صغرهم وهذا، والعائله ديالهم كابرين مع العائله ديال بن كيران، هو كيستعمل هاد النفوذ. وقت ما مشيت ندير شي شكايه ولا درت هذا، كيتصل ببن كيران ويتصل بهذا الوزراء والبرلمانيين ديال العداله والتنميه، والزوجه ديال بن كيران حتى دخلت في هذه المساله ديال الادخال ديالي للمستشفى هي شخصيا، باش اتصلت بالناس ديال الامن والناس ديال وزاره العدل. هذه هي القوه اللي عند راجلك. ديال الناس العداله والتنميه، وفعلا انا نبيله بيديها هي قامت هذا الامر، والناس اللي مشاو طلبوها وتكلموا معاها باش ترفع يديها على هذا الموضوع، وجاو قالوا لي سيري انت والاب ديالك عند بن كيران ورغبي وطلبيه باش ما يبقاش يديك المستشفى الرازي، وباش ما يبقاش متحكم متساند الزوج ديالك بهذا الشكل هذا كله، لان القضيه ما بغاتش تنتهي. انا غير مسطره ديال تسليق الشقاق، دخلت في الشهر السابع وغادي تجر حتى الشهر الثامن، وبالاضافه لهذا الاجرام هذا ديال ان انسان يدخل ثلاثه المرات لمستشفى الامراض العقليه، مره يوم ومره اسبوعين ومره 50 يوم ديال الاحتجاز ظلما وعدوانا في الجناح المغلق في مستشفى الرازي، هذا باستعمال النفوذ وباستعمال هذه الشكايات الكيديه والتدخلات ديال الامن وديال الرجال هذا تضليل العداله واستعمال النفوذ داخل المستشفى، بحيث ان البنت ديالي مشات لعند سعد الدين العثماني وكتقول الناس سعد الدين العثماني، عمي سعد الدين العثماني شاف ماما وقال لنا راه عندها البارانويا دو بيرسيكسيون موربيل، مع انني انا عمري ما شفت سعد الدين الدكتور سعد الدين العثماني، ما عمري ما شفته لا كمريضه ولا كغير ذلك. والطبيبه كانت في المستشفى قالت لي واش انت عمرك شافك سعد الدين العثماني كمريضه؟ قلت لها انا ما عمري ما شفته.